كما تعلمون أن مسلسل يعني الحوار الاجتماعي بدأ في 2022 توج باتفاق 24 فبراير 2022 بحضور رئيس الحكومة اللي أعطى التعليمات دياله للسيد الوزير الصحة والحماية الاجتماعية على أساس أن يتابع الحوار القطاعي. الحوار القطاعي يعني تم خلال 23 و 2024 توج بمحضر في 29 دجنبير 2023 ومحضر في أواخر يناير. بقات نقاط خلافية فقط بينه وبين يعني وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اللي تم رفعها للتحكيم لسيد رئيس الحكومة. النقاط الخلافية اللي تم يعني اللي كاين فيها حول خلاف هي خمسة ماشي بزاف. بقينا كنتسناو ان الرد ديال السيد رئيس الحكومة، مع الاسف كان ديك الوقيته كان مصاب، قالوا لنا مصاب بكوفيد، بعد منا كان شي مهمة ديال ايطاليا. بعد ذلك يعني لم نفهم ما يقع، ما كانش تجاوب، ما كانش رد فعل في مجلس المستشارين. انا كيقول ان كينتظر حتى هو الرد ديال رئيس الحكومه. انا اللي كنعرف ان رئاسه الحكومه تشرف على جميع الحوارات القطاعيه، بالتالي لما كيكون شي خلاف يرفع الى رئاسه الحكومه لاجل الحزم، خصوصا ان النقاط الخلافيه يعني ماشي ما كثيراش بزاف. واذا بينا كنتفاجئوا ان ما كاينش الجواب نهائيا، وغن نجاوب حتى على الزياده اللي كانت تاكلوا هذه 1000 درهم اللي كيدوها على الحوار المركزي. حنا ما غير معنيين لحد الساعه، ما عندناش حتى شي توضيحات، ما فاهمينش شنو واقع صراحه. بالتالي حنا بدينا المسلسل النضالي ديالنا، او بالاحرى بدينا الحوارات ديالنا من استكمال المحضر ديال 2022 لمجموعه من الفئات ما استفدتش فيه. والاكثر من ذلك، حتى الاتفاق ديال 24 فبراير 2022 لم يتم تنفيذه بكامل بنوده. كاين واحد النقيطه راه ورد في التصريح الصحفي ديال مثلا المساعدين الطبيين اللي فيها وسيتم عرض المرسوم على انظار المجلس الحكومي خلال الايام القادمه. انا شخصيا ما كنفهمش، انتم صحفيين غتفهموا احسن منا. الايام القادمه شحال؟ اللغه العربيه راه واضحه جدا، اسبوع اسبوعان ثلاث اسابيع. واذا بنا لحد اللحظه لم يتم استفاده من تلك الزياده، رغم ان في التصريح ديال السيد رئيس الحكومه كيقول ان كاين الزياده ديال هاد الموظفين المساعدين الطبيين. هما شحال اصلا؟ هما غير 500 وبداو غادي العدد كينقص. كاين الالتزام ديال 1500 درهم والالتزام ديال 1200 درهم، 1500 درهم بالنسبه للممرضين وتقنيين الصحه و1200 درهم بالنسبه للاطر الاداريه. تم توقيع اتفاق مع وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه بمباركه وزاره الميزانيه وبمباركه الامانه العامه للحكومه ووزاره تحليل القطاع تحليل القطاعات. يعني بقى المشكل هي في الاجراء. لما رفع الامر يرفع الى رئاسه الحكومه، كم يتطلب الامر لاجل الحسم؟ إذا كنا كنقولوا ان هذا ورش اللي مرتبط بالحمايه الاجتماعيه اللي كيسر عليه صاحب الجلاله، وحنا منخرطين التنسيق النقابي انخرطنا من دنيا منذ اليوم الاول اننا نساهم في انجاح هذا المشروع الاصلاحي، واننا متشبثون بالاصلاح، لان شفنا المنظومه الصحيه داخل في المغرب كتعرف واحد يعني مجموعه من الاختلالات، خاصه ريفورم ديال المعقول، خاصه اصلاح جذري، حنا منخرطين فيه. ولكن مع الاسف الذي نفاجأ به هو ان الحكومه حتى في التنزيل ديال الاوامر ديال صاحب الجلاله عجزات على التنزيل ديالها، يذكر في مجموعه من الخطابات الاهتمام بالعنصر البشري لانه ركيزه. واحد الاخوان الصحفيين ذكر الهجره، هذه الهجره كيعانيو منها جميع الدول المغرب بزاف، وما يمكنش في هذه الاوضاع اش غادي نقولوا حنا لهاد الطلبه الطب اللي عندهم هذا المشكل او الممرضين، تقول لهم بقى باش غتقنعوا؟ حنا عندنا غير على لبنان، ما كنتاسفوا كما قالت الاخت على المواطن اننا ملي كنديروا اضراب راه كيسحب لكم باش كتاخذوا هذا القرار بشكل يعني بسيط، يعني كنجيو نفيقون بداو نتاخذوا اضراب بحالو بحال الطلاق، ابغض الحلال الى الله، رغم ان الحديث فيه ما فيه، ولكن نضطر الى ذلك اضطرارا، ما عندنا شي حل اخر. كتقول ما اش غدير؟ كتسنى التجاوب. درنا وقفات احتجاجيه يعني اقليميه محليه، كنعطيو اشارات، انا ماشي بغينا نبلوكيو السيستم. راه ملي كنديروا حنا الاضراب راه كنعرفوا ان مجموعه من المصالح تعطل، حتى النسب اللي تيعلنوا عنها ديال الاضراب اللي كتبان انها ضعيفه احيانا، علاش؟ احنا ماشي كنديروا العصا في الرويضه، احنا ماشي عندنا اداره كنسدوها وسالينا، لا كاين مصالح كتبقى مشتغله، راه اكثر من 50% ديال المصالح التشفيه كتبقى مستمره، بالتالي اننا لما كنلجؤوا لشي شكل من الاشكال النضاليه هي التنبيه للحكومه وللفت الانتباه ديالها باش تعاود حتى تعود الى جاده الصواب. لأن الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا الحال. وشكرا جزيلا.